في رمضان صعد المنبر وكان يدعي ويؤمن مين؟ جبريل. من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فصلوا عليه. من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة واحدة الله يصلي عليك كم مرة؟ 10 مرات ولا لا؟ وفي رمضان إلى أضعاف إلى ما شاء الله. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كذلك يقول: الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع عن شيء إلا شانه. وانتم تعرفون من رحمة يعني رحمة الدين أن الواحد يجوز أنه يمسح كم مرة هو على شرابة في المقيم؟ كم؟ عطنا الميكروفون لزميلك الأبسطاقية. عرفنا باسمك يا أبوي. عبد المجيد قطان. عبد المجيد. عبد المجيد كم الواحد يمسح للمقيم؟ مرة واحدة. مرة واحدة؟ 3 مرات. ها؟ يلا نشوف واحد. ها ذيبان عط اللي جنبك. كم؟ يوم وليلة. يوم وليلة. يوم. طيب والمسافر؟ 3 أيام بلياليهن. طيب يجوز الواحد المسافر الصايم يفطر؟ يجوز. يجوز. يجوز رحمة الله يجوز. طيب واحد مثلا ما لقى موية يجوز انه يتيمم؟ عط اللي جنبك خلينا نتعرف عليه. اسمك يا ابوي؟ فهد محمد الجريوي. ونعم بالجريوي. ها من الحارة. يجوز يا ابوي؟ اي نعم اذا كان ما موجود ماء. ايوه فليتيمم. فليتيمم. نعم. يتمضمض بالتراب؟ لا. إيه لا ما يصير. يضرب صعيدا. طيب ممتاز ما شاء الله عليكم. كل هذا في الدين مو برحمه يا شباب. طيب يجوز الواحد يجمع الصلاه الظهر والعصر في السفر؟ طيب واحد نام عن صلاه، واحد نام عن صلاه، يجوز انه يعني ليه قام وش يسوي؟ انا نفسك شعر اللي جنبك. ها يصليها مع اللي قبلها. لا يصليها. زين. من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها. بيض الله وجيهكم، رايتكم بيضة. ودكم ناخذ اتصالات من الجمهور؟ اذا ناخذ الان اتصالات الجمهور. بس معنا اتصالات ولا تبون ناخذ فاصل؟ يلا معنا اخونا حمزه. السلام عليكم. حياك الله يا شيخ حمزه. يا مرحبا. كيف حالك يا ابوي؟ الحمد لله. طيب ومرتاح؟ ايه. وشلون الصوم معك يا شيخنا؟ ها الصوم وش انت صايم اليوم يا ابوي؟ ايه. هلا يا مرحبا يا مرحبا. معنا سؤال خفيف مع مشعل. يلا يا مشعل عطنا الميكروفون. عبد الرحمن. لبيه لبيه. احبك بالله. احبك الله الذي احببتني من اجله. وبيض الله وجهك. شيخنا. نعم. نبيك تدعي لنا ان شاء الله في ظهر الغيب. قل امين. هاي السؤال سهل. طيب وش تبغى؟ اعطوها اسال سؤال. اسهل سؤال. يلا يا عبد. السلام عليكم. يا مشعل. امين. اخونا حمزه. نعم. سؤال سهل وخفيف ان شاء الله. ماذا رأت أم الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ولدت؟ ها؟ ماذا رأت أم الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ولدت؟ حمزة. نعم. أم الرسول وش اسمها عليه الصلاة والسلام؟ سهلها لي في خيارات. طيب أنا بسهل لك. أم الرسول عليه الصلاة والسلام وش اسمها؟ أفا. آمنة. ممتاز. آمنة. قولوا ما شاء الله يا جماعة الخير. طيب هي يوم حملت بالرسول عليه الصلاة والسلام شافت شيء، شافت حلم. وش ذا الحلم؟ ها؟ شافت رؤية. قمر. وش الرؤية يا بوي؟ قمر. يعني شافت نور. شافت قمر. نور يضاء لقصور إيش؟ القمر. الشام. وتستاهل بوركت ووفق النور. وسدت وجعل والديك في الجنة. قل آمين. آمين. بيض الله وجهك. شكرا يا أبوي. ألو. لبيه لبيه. وصلت الكنترول. تبي الكنترول؟ ايه. يلا يا للكنترول يحظكم. جاكم أسامة. مدري حمزة. حمزة يعطيك العافية. من بريده اليوم إن حتينا في الشباب وتحمسوا. ها بيغطون على البنيات. معنا الشيخ عبد الرحمن. يا مرحبا بالشيخ عبد الرحمن. الله يحييك. كيف حالك؟ الله يغفر لك. بخير الحمد لله. تقبل الله الصيام والقيام يا بوي. الله يقبل منه ومنك. آمين. معنا أن عندنا اليوم بناخذ أدب الاستئذان. عندك شيء في الاستئذان يا بوي؟ الواحد لينجل الناس وش